يعطيكم ألف عافية، معكم محمود الشلبي من ميت موت إربد سيكا. ما تتخيلوا قديش إحنا مبسوطين بزيارة قناة آرام لعنا. بتشكرهم على كل هذا الدعم، بتشكر السيد السيكا على كل الدعم اللي بعطونا إياه. يا ميت أهلا وسهلا فيكم، مكانكم الثالث بعد البيت والعمل اللي هو ميت موت. إحنا زي ما بتعرفوا بنقدم هون اللحوم المدخنة، تجهيزها من 16 لـ20 ساعة. كلنا فخر واعتزاز بإننا نقدم هذا النوع من اللحم لأهلنا في إربد، وكثير بنتشرف فيكم في كل لحظة وبكل ثانية. ميت أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا.